باركنسون هو ما يعرف علميا بالشلل الرعاشي، وهو مرض يؤدي يؤذي صاحبه ويعيقه احيانا من ممارسه حياته، وقد يسبب له الاحراج امام الناس. السؤال هنا شلون نحمي انفسنا من تطور هذه الحاله؟ وشلون نقاوم هذا المرض بالغذاء والرياضه؟ هذا ما سنعرفه اكيد مع ضيفتنا الكريمه اللي اليوم مشرفتنا بالاستديو، دكتوره مريم عرب، استاذه حركه واعاقه. الصباح الله بالخير صباح النشاط والصحه شلونك طابحك بمثله يا ربي يعني دكتوره مريم يمكن بنتكلم عن موضوع مم. الكثير في فئه معينه تعاني من هذا المرض لكن فئه كثيره ومجتمع يمكن كامل يجهل صح. اسباب المرض واعراضه كل هذا هل. اكيد راح نعرفه معك اليوم ممتاز. لكن عندنا تقرير راح اشوفه انا معك يا المشاهدين دكتورة مريم شفنا هذا التقرير لو نعرف صحيح. المشاهدين طريقة مبسطة شنو هو مرض الباركنسون وهل هو وشنو أسبابه حلو طبعا مرض الباركنسون هو خلل في النظام الحركي بالجسم عندنا م -م. يعني يصير خلل وتلف في خلايا الدماغية المنتجة للدوبامين م -م. فهو مو معروف ليش قاعد يصير بالضبط يعني سبب حقيقي لا لا بس دائما يقولون في نظريات كثيرة تتكلم تقول ممكن البيئة اللي احنا عايشين فيها، السموم اللي احنا قاعد اه نتعرض لها اه من التلوث البيئي او ان نمط الحياه الغير صحي ممكن يؤدي الى زياده ظهور هذا المرض في سن مبكر. اه ايضا العامل الجيني لان شافوا ان العامل الجيني انه في اذا كان في في هذا المرض ممكن انه يتوارث، شافوا هذا ممكن يكون وراثي ممكن المرض في في عامل جيني. فدائما انا اقول هذه الامراض الام اس الباركنسون ديزيز دائما نمط حياه صحي عشان اقي نفسي من الاصابه من هذا المرض. اعراض المرض طبعا يعني. اللي واضحه لنا هي الرشفة اللي تكون في الاطراف اول شيء تبدي رجفه خفيفه مع مرور الزمن راح تزيد هذه الرجفه ممكن تصير الوجه الرقبه الجذع اليدين نشوف الرجفه واضحه ساعات يكون ستفنس فيها تصلب في الاطراف نلاحظ ايضا من الاعراض. نعم يعني يمكن هذا تشكل عائق لحامل هذا المرض انه هو يمارس يعني حياته او يومه بشكل طبيعي حال, حال يعني الناس الاخرى هي بالبدايه يمكن ما ما يبين عرفتي ما ياذي <applause> لكن في اعراض ثانيه مثلا انا بعد ما كملت اللي أي؟ هو صعوبه البلع بعد ما تتطور الحاله يصير صعوبه البلع ما يقدر ياكل ما يقدر يعبر بالوجه، تعابير <applause> وجهه تصير استف فيها، كونستبيشن <applause> الامساك، يعني في وايد اعراض اللي تخلي حياته جدا متعبه. يعني هل في مجال ب... احنا بندخل شق الغذاء والرياضه في هذا الموضوع، أكيد. هل ممكن المريض يعني عن طريق غذاء او يعني نظام غذائي معين يحسن من من حالته شوي؟ اكيد طبعا الوقايه هو افضل من العلاج دائما اقي نفسي من البدايه يعني عشان كذي احنا لازم نربي اجيال الاجيال الجايه على الغذاء الصحي لان قاعد تظهر الحين حالات كثيره لاعمار صغيره يعني واحد منهم الممثل جيمي فوكس اللي صار فيه بالثلاثينات فعلا مع ان التقرير دكتوره مريم شفنا انهم قاعد يقول بعد الأربعين تبلش الاعراض تبين لكن الحين تقعد تفضلين فيه ممكن انه يكون في سن سن مبكر الثلاثينات ممكن اوائل الثلاثينات مم. قاعد تصير هالحالات بسبب طبعا حياتنا الغير صحيه الاكل والغذاء الغير صحي مم. عدم الحركه الخمول كل هذا تاثر على الدماغ احنا لما نقول لما نقول رياضه انا لما مارس الرياضه في سن مبكر وتعود عليها وتصير جزء اساسي من حياتي لازم انا 30 دقيقه 50 60 دقيقه امارس الرياضه لان الدماغ هو قاعد قاعد يستفيد اكثر لان مهم. المرض قاعد يصيب الدماغ خلايا الدماغيه مهم. فاحنا نبي الناقلات العصبيه هذه تتجدد يعني تتنشط اكثر علشان اقي نفسي من هذا المرض مهم. لكن شلون شلون الناس تفرق احنا ما نبي يعني المشاهدين يعني على اقل رجفه يمكن يعني يحاتون ان هذا هي اعراض الباركنسون او ان هذه مجرد رشفه طبيعيه في فرق طبعا لازم يعني في رشفه اللي انا لا اراديه قاعد تصير فيني انا قاعد أحس بأطرافي ترتعش وايد لما أمسك قرب ما أقدر مقوية أي. مسكتي لازم على طول ما أشخص نفسي أنا بروحي لا م -م. لا لا تقرون بجوجل وغيره وأشخص أشخص نفسي م -م. لازم أروح طبيب مختص م -م. أسوي الرنين المغناطيسي في طرق حديثة الآن دي كشف عن هذا المرض م -م. فلا أقعد وأقول لا صفيني هالشيء ولا لازم لا. لازم تروحين طبيب مختص وتسوين التشخيص الصحيح. لان اول يعني العلاج هو التشخيص انا ما شخص نفسي عدل ما راح اعالج نفسي صح <applause> فالتشخيص الرنين المغناطيسي التقنيات جديده الان للدماغ يسوون تصوير مقطعي للدماغ وغيره، كل هذا لازم انا في سبيكت وفي الكثير من التشخيصات ممكن انا اروح للطبيب المختص، لكن ما اقعد واقول انا فيني ما فيني لا اسوي واجرب هذه الخلطه هذه انا ضدها ضدها تماما، اول شيء التشخيص اذا شفت انه في بدايه للمرض لازم انا طبعا في أشياء لازم أسويها، طبعاً الدوائي ضروري، نعم. العلاج الدوائي لازم أخذه من الطبيب. خلينا نتكلم دكتور مريم عن الجانب الغذائي الحين، شنو الأطعمة اللي راح تكون مفيدة للمريض في هذه الحاله الفواكه والخضروات اللي فيها فيتامين سي وايد ضروريه للجهاز المناعي <applause> فانا اكثر من البرتقال التفاح الكيوي البابايا البيريز كلهم التوت الاسود والاحمر والازرق هذا كله لازم اكل الفراوله كل الحمضيات وايد زينه للجسم اكل خضروات اللي هي طبعا الخضروات الورقيه دائما تكون على المائده دائما يقول على الغداء حطوا خضروات ورقيه واكلوا الفجل الشمندر هالاشياء هذه كلها لازم انا اكلها البروكلي السبانخ وايد ممتاز يقوي في مضادات اكسده لازم اكل لازم يتشبع جسمي من هالاشياء هذه المفيده آه, عندي ايضا السمك ضروري ان ناكله <applause> احنا للاسف في وايد من الناس بالمجتمع ما ياكلوا سمك على الاقل يومين بالاسبوع تاكلين اللي هو ريتش اوف اوميجا 3 أيه. اللي هو السالمون السردين التونه هذه لازم اكله أكلها, أكلها على الاقل يومين بالاسبوع ايضا الماي لا ننسى الماي نشرب وايد ماي وابتعد عن المشروبات الغازيه،, الغازية، الريد بول، الاشياء اللي قاعد تظهر لنا. يمكن القهوه والشاي وهذول المنبهات يمكن بعد قليل. البلاك كوفي زينه، يعني شوفي البلاك كوفي وايد زينه، اخذها باعتدال من كوبين الى ثلاثه باليوم ما يمنع. اللي تكون بدون حليب. بدون حليب، واذا ابي احط حليب احط قليل الدسم ومو مشكله، المهم اشرب يعني، م -م. لكن ابتعد عن الاشياء المصنعه. وبعدين الكابتشينو والاشياء هذه اللي وايد يعني متروسه كلها سكريات و... هذه تضر اكثر ما تفيد بالنسبه للاكل اللي لازم يتجنبه الدهون ابتعد مم. عن حلويات الاكل اللي مشبع بالدهون كل هذه تاثر على المخ مم. على المخ وعلى الجسم يعني احنا من ناكل السكريات والدهون نحس بخمول بتعب ما نتحرك فانا ابي اخذ شيء اللي يعطيني طاقه الخضروات فواكه تعطيني طاقه الموز الموز اكله وايد زين الافوكادو مثل ما قلنا الاشياء هذه اللي فيها دهون وايد زينه للجسم ومفيده لنا ونبتعد مثل ما قلت عن السكريات والدهون تماما وارجع للطبيعه اكثر ارجع لاكل الطبيعي يعني انا عندي اكل تفاحه وبرتقاله على عدالها احسن من عصير لان فيها الياف فيها الياف فيها المواد الغذائيه كلها موجوده فيها لكن لما عصير كم كم برتقاله بتعصرين وايد فيها السكر فانا ابتعد عن اكل الاشياء اللي على طبيعتها حتى الزهر البروكلي اكلها طبيعي ترى وايد افيد مما تنطبخ بعد اكيد يعني الاكل بالنهايه ممكن ما تفضلتي الاكل يفيد سواء كان شخص مريض او ما هو مريض لكن الاكل لا اكيد فايده للجسم لو تطرق لموضوع الرياضه هل الشخص اللي يعاني من مرض الباركنسون قادر انه يمارس رياضه يقدر طبعا يعني احنا انا اشتغلت في وايد حالات ان خاصه في بدايه الباركنسون لازم اهتم بالجانب الرياضي هو جانب تاهيلي حاله حال الفيزيكال ثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي التمرينات التاهيليه وايد ضروريه للجسم وخاصه في بعض الرياضات المعينه الرياضات اللي تعتمد على الليرنينج عرفتي اللي هي فيها خطوات نعم. مثل الايروبكس مثل الالعاب السويدي الرياضه السويديه اللي هي فيها خطوات انا اتبعها على الستبس واحد اثنين ثلاثه اربعه المخ لازم يتدرب على حفظ هالاشياء هذه وشلون انا اديها التنس التنس السكواش اللي فيها رده فعل وفيها حركات يمين ويسار آه، ليش انا يمين ويسار؟ لان المخ لازم اسوي له اكتيفيشن للفصل الايمن طيب. والايسر هالاشياء آه، هذه بالبدايه انا دائما اقول لا تشدون على نفسكم دائما ليسن تو يور بودي شوف جسمك انت يتحمل هذه الشده ولا لا؟ م -م. لا تجي من اول شيء تدوس اخر الدوسه لا شوي شوي التدرج يعني اول شيء امشي مشي سريع بالبداية 30 دقيقة 20 دقيقة حسيت أن جسمي تعبان لا والله مو قادر أبطأ شوية مم. معاي الماء أشربه دائما قبل أثناء وبعد حتى المشي عشان لا يصير فيني جفاف ولا أتعب في اليوغا رياضة اليوغا ممتازة التايتشي في بعض الرياضات الهادية اللي ما يبي لها شده كثيره. أي خصوصا مثل ما تفضلتي يا دكتوره مريم يمكن بعدين مع مع تقدم مراحل المرض يكون وايد صعب على المريض انه يتحكم في حركه ايده يمكن بسبب الرعشه. صح فالرياضات الاخرى يمكن اللي ما تحتاج هذا الكم من المجهود عندك اليوغا مثل ما تفضلت أي اي هالرياضات الهاديه البلاتي <applause> اللي تتطلب شنو هي اللي تتطلب مرونه للمفاصل وسترتشنج يعني تمرينات جدا بسيطه لكن تعطي فائده كبيره للجسم ليش انا اقول لك في ستيف اللي هو تصلب بالمفاصل تصير حتى في مصاب الباركنسون فانا احتاج أن تتحرك رينج اوف موشن تحرك كل مفصل بجسمه يتحرك في جميع الاتجاهات <applause> لان بعد فتره اذا انا ما ما تحركت راح تتيبس عندي المفاصل فاحتاج هالتمرينات السباحه ايضا مهمه وايد انا احب السباحه حتى التمارين اللي ممكن انا اسويها برا المجال المائي ممكن اسويها داخل الماء <applause> مثل الهروله التردمل ممكن انا في تريدمل الحين نيو جيمز دائما يحطون الاجهزه داخل <applause> الماء ليش لانه ما يحسب بثقل جسمه وهو عنده مشاكل مفاصله فيخفف الضغط على المفاصل ففي كثير مثل حتى البايسكل يكون في الماي التريدميل ممكن انا استخدم وايد مفيد في انواع ثانيه من التريدميل اللي تحمل الثق الجسم في انا بعض هني بالكويت شفت بعض الجيم اللي فيها تشيل الثقل الجسم لان لانه هو عنده مشكله بالتوازن فلازم يسند نفسه على شيء ويمشي خاصة التريدمل احنا اللي يعني ما عندنا اي اصابات ولا اعاقات ممكن ساعات نطيح او نتعثر فننتبه يعني خاصة مرضى الباركنسون لازم يكونون متكئين على شغلة أي. ماسكين شيء بالنسبه لتعاملك لمرضى الباركنسون دكتوره هل تعاملتي من قبل مع حالات يعانون من مرض الباركنسون اكيد طبعا الحالات اكثر شيء اشتغلت فيها يوم كنت ادرس في البي اتش دي في جامعه اوريجن كنا نست... بالجامعه نفسها تينا حالات من المنطقه نفسها اللي فيها مشاكل باركنسون او ام اس فكنا احنا طالبات السبورت ساينس نسوي لهم تمارين تاهيليه لتقويه العضلات والجسم آه لان هي الفرصه الوحيده اللي يقدرون يحركونها وعلى اشراف طبي وصحي عليهم. مم. فكنا نعطيهم تمارين البوستر اللي هي آه في جهاز نفسه يوقفهم لان ساعات هم يكونون على الويل توصل حاله ممكن على الويل يكون. مم. مم. فالبوستر ضروري شلون المشيه تكون طبيعيه آه المشيه لانها تتغير عندهم بسبب الرجفه فنعطيهم تمارين الجيت المشي والوقوف. ويشوفون جسمهم عن طريق المرر <applause> المرايا قدامهم آه، تمارين التردمل للايد استخدام الايد واللي الرجل ايضا فكنا نسوي تمارين ستريتشنج وغيرها لتقويه ونخلي المرونه المفاصل موجوده عشان لا تتيبس المفصل بعد فتره هل المرض ممكن اكتشافه في وقت في حال تم اكتشافه في وقت مبكر هذا راح يساهم انه يقلل او يعطي شويه اخر من باقي العوارض طبعا في الكثير من الدراسات اللي قريتها تقول الرياضه وممارسه التمارين الرياضيه والغذاء المناسب ممكن تقلل من اعراض الباركنسون ديزيز. ايضا الخلايا الدماغيه نفسها انا لما مارس رياضه الكثير من الدراسات تقول راح تنتج نيو نيو نيرونز ناقلات عصبيه خلايا يعني تكون موجوده جديده اكتف يصير فيها انشط الخلايا العصبيه فبالتالي وايد تقلل من ضمور الخلايا عندنا في الدماغ فالجانب الرياضي والجانب الغذائي وايد مهم للوقاية من هذا المرض نعم في الختام دكتور مريم إذا حابت توجهين أي نصيحة لهذه الفئة التي تعاني من الباركنسون دائما اول شيء نلجا الى الدكتور الطبيب المختص اسئله حتى هو عارف, عارف حالتي اكثر فاسئله اذا كنت بتمارس رياضه واذا تبي تمارس رياضه مو اي مكان تروح له ممكن ما يعرفون حالتك فلازم تشوف المختص في الرياضه ايضا مختص بالرياضه ليعطيك بعض التمارين الرياضيه المناسبه لك، والغذاء ايضا دائما اتجه للطبيعه، اكل الاكل الطبيعي، الغذاء الطبيعي، الفواكه، الخضروات، الماي ما ننساه على طول لازم نشرب ماي، نفس الشيء الاسماك، ابتعد عن اللحوم وركز على الاسماك اكثر. نعم، طبعا كل شكر لك دكتوره مريم عرب على تواجد معانا هالاسبوع، كنت موجوده معانا بهالاستديو، دائما تنورين وتشرفينا دكتوره مريم ما في تواجد الله تسلمين الله يسلمك مشاهدين نتمنى اكيد الصحه والعافيه للجميع ورح نطلع فاصل ونرد نواصل فقراتنا